السلام ورحمة الله. سينا أنا كتشتغل عندك المحل عندك الألعاب. ألعاب كيفاش ماشي الأمور دابا الصيف؟ الحمد لله مزيانة. الصيف كاين الإقبال، كاين الناس تبارك الله في الخارج والداخل، أمور محركة الحمد لله. في الشتا اللي كيكون الخدمة كتكون غير السبت والحد. الصيفية واش أيام كاملة ولا غير السبت والحد؟ لا الصيفية الحمد لله الأيام كاملة. كنبداو مازال من الأربعاء د العشية حتى الوحدة جوج د الليل. كيجيو من خارج المغرب ومن داخل المغرب، جميع المدن كنسقسيو الناس، كاين من كازا، كاين من الرباط، كاين من إفران، كاين من جميع المدن، ما كاين لا عنصرية لا حتى شي حاجة. أمور بخير، الناس مزيانة مع بعضيتها، حتى شي واحد ما عمرنا ما شفنا زعما شي تصرفات عنصرية ولا شي حاجة. الإقبال دابا كاينين جالية زعما الموجودين جالية، دخلوا بزاف هذا العام أكثر من العام اللي فات، وزعما تحركنا شي حاجة معاهم فهمت؟ كيجيو كيحركونا هنا. هي ما كاملة كتخدم ماشي بحال الشتا ياك؟ لا ماشي بحال الشتا، ولكن فهمت السبت والحد كتكون أكثر. في وسط السيمانة بعض المرات كتكون مقتولة مرة، ولكن السبت والحد كتكون المهم كتحرك شوية. شنو السبب اللي كيخلي الناس يجيو لهذا المنتزه العائلي اللي مزيوين؟ المنتزه بعد هنايا الغابة كلشي حداك هنايا والهواء نقي، كيبعدوا على الصداع هنايا كامل فهمتي، ماشي بحال الرياضات آخرين فهمتي، على هذاك الشيء كيجيو لنا هنا كيعجبهم يجيو لنا. كيفاش كتشوف أجواء التعايش بين الناس اللي كيجيو من الخارج ومدن أخرى مع طنجة ديالنا هنا؟ وهي دابا اي بنا اي في اي بلاصه مشيتي لها فيها بنادم مزيان وفيها بنادم خايب فهمت، غير هو هي مشات ديك الهضره زعما العروبيه كيجيو عندنا لا ما كاين حتى شي هضره بهذا العنصر، بالعكس انا العشران ديالي اغلبيه ديالهم ماشي من طنجه فهمت يعني عادي، اما ديك الهضره العروبيه هذيك غير هضره خاويه وسالم بحق ما كنعممش، كاين اللي كيفكر واعي وكذا ما كيقولش ديك الهضره، وكاين اللي بعقله وكذا فهمت. مرحبا بكم، وفوقاش ما بغيتم منتزه ديالكم، وحنايا هنا دائما كنتعاملوا مع بنادم. السلام عليكم. وعليكم السلام بخير. السبب اللي كيخليكم تجينا هذا المنتزه خصوصا في الصيف؟ الحمد لله هنايا كنجبروا شويه الراحه فهمت، شويه اتساع فهمت، كتعرف المدينه شويه ديال الضيق فهمت، كنجيو لهنا كنجبروا شويه اتساع، الوليدات عاود كيشبروا الراحه ديالهم واش فهمتيني، هذا هو دائما كتجينا هذه البلاصه هذه؟ دائما حنا دائما هنا فهمت، حنا اصلا طنجه وانت كتعرف الراحه ديالنا هنايا فهمت. النظافه ديال المنتزه والغازو اللي هنايا هذا هو اللي مزيان، انا راه من كازا وليدي من هنايا، انا من الدريسيه وكنجيو هنا قبل البروده، راك عارف البروده هنايا جويه طنجه لتحت راه سخونه، هذا السبب الاول. وسول ولدي ها وحدك بالنسبه دابا جيتي تينا كونجي هنايا؟ كونجي كونجي. كيف كتجيك طنجه والاماكن ديال طنجه شنو كتجيك؟ لا نقيه طنجه، لا لا نقيه نقيه صراحه نقيه، والسيركيلاسيون شويه قاصه. الضغط الضغط ديال راك عارف شهر 8 باش كنت الدنيا على خاص بلايا وحالتي تما والباقي كلشي مزيان الحمد لله، الباقي كلشي مزيان. بالنسبه لي لك شنو كيعجبك هنا في رميلات ولا كيعجبك طنجه في كل عام؟ كنبقاو نلعبو هنايا، وك هنا الاصل ديالي من هنايا كنلعب وكنشطو وصافي، والجمال الطبيعه. شنو البلايص اللي عجبك في طنجه بزاف غير رميلات؟ بلاير، الشقار، المنار، صافي. هذا كامل كيعجبك؟ اه. عجبك بالنسبة لي لك؟ أنا كلشي مزيون في طنجة. كلشي كيعجبك؟ كلشي كيعجبك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين جيتي تيلا؟ من بلجيكا. بلجيكا؟ وي. كيف جاتك طنجة؟ لا لا طنجة مزيونة واعرة، تبارك الله والناس مزيانين، أنت كتشوف موضع مزيون، دراري صغارين كيعندهم كيلعبوه. مزيون. لا تبارك الله مزيانة. عجبتك البلاصه درمي؟ لا لا مزيانه تبارك الله مزيانه، كتجبر الراحه ديالك كتشوف الراحه والدراري صغاري كيلعبوا، لا مزيانه تبارك الله والله. شنو البلايصه اخرى اللي عجبك في طنجه غير رميلات؟ بزاف كاين رميلات، كاين بلايات، كاين بلايات بزاف بلايات في المغرب اللي مزيانه هنا في طنجه، لا طنجه مزيانه، السوق برا تسخر فيها، لا الثانيه بزاف بزاف بزاف.
بالنسبه لي ليك عيسى شنو عجبك طنجه؟ مزيون قد كلشي قد شنو بلايص؟ هازي جيتينا؟ طنجه زوينه؟ كوت كوت طنجه كوت شنو اش انا؟ كوت مزيان جيتينا سحاق كله مزيان؟ مزيان مزيونه؟ جو مزيون بخير يعني كاين العول فين يلعبوا كاين يعني الجو مزيون بزاف زعما يعني فايت اللي الواحد اللي نواه زعما يعني صراحه الله المسائل كنشوفها مزيونه اي واحد يجيب وليداته هنا يعني يفرحوا ويفرح حتى هو ويفرحوا يفرحوا ولاد المغاربه يعني الحياه الامور ماشيه مزيونه صراحه الله. شنو بلايص اخرين اللي كيعجبوك في طنجه كتخرج لهم تينو كترتاح لهم خصوصا الصيف؟ واش غنقول لك زعما بزاف كاين بلايص في طنجه دابا حاليا كاين موجودين كاين بحال دابا هاد الرميلات الشقار جهه ديال المنار كاين مواطع خارجين شويه على طنجه بحال الوداليان بحال داليا بحال بزاف ديال المواطع يعني مزيونين هاد المواطع ديال البحر وديال الدراري صغار بحال الرميلات بحال الشقار بحال مرقالات مرقاله ولات زوينه عاوتاني واعره اش غنقول لك زعما كل يعني طنجة يعني شي حاجة أخرى يعني تبدلت بزاف صراحة تبدلت لكن الحمد لله ملي كاين هادشي هذا بعدا فين يلعبوا ولادنا وفين الواحد يجي يفرح ويشوف هادشي هذا يعني ويجيو الأجانب يشوفوا هادشي هذا يعني راه يعني الحمد لله اللهم لك الحمد شكرا أخي بارك الله فيك الله يعطيك تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.